بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فحياكم الله أعزائي المشاهدين في برنامجكم هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، وحديثنا عن تعامله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم مع المتشددين. لا يخلو زمن من وجود المتشددين الجهلاء في دين الله تعالى، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عايش أمثال هؤلاء، وخرج فئام من الناس إلى يومنا هذا على مر العصور من تشددوا وتنطعوا حتى هلكوا والعياذ بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم فقال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، لن يوفقوا ولن يفلحوا. قال: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقال: إن هذا الدين متين فأوغلوا به برفق. الرفق مطلوب، لذلك ديننا دين رحمة، دين السماحة، والله تعالى قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالتشدد مرفوض ويأتي بخلاف مقصود صاحبه، وما يلبث صاحبه إلا أن يهلك، يقع في الخطأ والزلل، ربما يعرض والعياذ بالله. نبينا صلى الله عليه وسلم كان غير حاضر في بيته، فحضر ثلاثة رهط، يعني ثلاثا من الشباب، إلى بيوت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوا عن عبادته وعن عمله، فكأنهم تقالوها يعني قليلة. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل ولا أرقد. وقال الآخر: أما أنا فأصوم يعني الدهر كل يوم ولا أفطر. وقال الثالث: أما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج. بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وهو غضبان عليه الصلاة والسلام، قال: أما والله فإني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، ولكني أصلي وأرقد، أي من الليل، وأصوم وأفطر يعني بعض الأيام، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. انظروا كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء، مع أنهم يريدون الزيادة في العبادة والعمل. يا أخي، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لا أفضل من ذلك. حتى دعا الذي يريد أن يصوم الدهر كله كل يوم صايم، قال: لا صام من صام الأبد، يعني لا يوفق، دعا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يصوم الدهر، وكذلك لم يرغب بزوجته، حتى غضب عليه أبوه قال: زوجتك امرأة من أشراف قريش ثم صنعت معها كذا وكذا، تهجرها في الفراش وتقوم الليل كله وتصوم النهار. حتى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكاه أبو عمرو بن العاص إلى النبي، فقال: أنت الذي بلغني عنك كذا وكذا؟ فقال: قد كان ذلك مني يا رسول الله. قال: لا تفعل. قال: إن لبدنك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك يعني الزائر الضيف عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. حتى كان يقرأ القرآن كله في ليلة، قال: اقرأه في ثلاث، آخر شيء خلاص. أو شيء قال: اقرأه في شهر، قال: جد قوة. الصيام، قال: صم من الشهر ثلاثة أيام بس كافي، الحسن بعشر أمثالها، وهكذا. فالشاهد أنه المتشدد لن يفلح. هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. ابقوا معنا أعزائي المشاهدين، نأخذ فاصلا ثم نواصل. حياكم الله أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل،
ونواصل الحديث عن تعامله صلى الله عليه وسلم مع المتشددين. دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين، يعني بين عمودين، فقال: لمن هذا الحبل؟ قالوا: يا رسول الله، هذا الحبل لزينب بنت جحش، يعني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تقوم من الليل فإذا فترت تعلقت به، يعني حتى تواصل طول القيام. فقال: حلوه حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يفتر يرقد، يصلي من الضحى 12 ركعة، هكذا قالت أم المؤمنين عائشة، خلاص ما تستطيع نام، الضحى صل أقضي بدال 11 ركعة 12 ركعة، كحال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيخا كبيرا يمشي ولم يركب في الشمس وليس عليه ظل، يقال له هذا الرجل أبو إسرائيل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ما شأن هذا الشيخ؟ قالوا: يا رسول الله، إنه نذر أن يمشي ولا يركب وأن لا يستظل وأن يصوم. شوف، عذب نفسه، صايم وبالحر ولا يريد أن يستظل ولا يركب. لما علم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له، قال: أيها الشيخ، إن الله غني عنك وعن نذرك، اركب واستظل وصم، الصيام طاعة، صوم، من نذر أن يطيع الله فليطعه. لكن إيش دخل قضية أنك ما تركب الدابة تروح مشي تعذب نفسك وما تظل، ربما تموت من الشمس؟ قال: إن الله غني عنك وعن نذرك، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم آمنتم. مو هذا طريق التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا إلى تعذيب النفس والتشدد والتنطع المذموم. كذلك عقبة بن عامر الصحابي الجليل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أختي نذرت أن تمشي إلى مكة إلى الحج وأن تحتفي لا تنتعل وألا تختمر، يعني فاك شعرها وتمشي ما تركب ولا تظلل. فقال: إن الله غني عن نذر أختك، مرها فلتركب ولتختمر ولتستظل. مو هذه العبادة، مو هذا دين الله. دين الله سبحانه وتعالى بالتعلم بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. القائل: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا يحدث الإنسان أمرا يريد أن يتقرب به إلى الله ولم يشرعه له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون من البدع. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لذلك يحذر الإنسان من التشدد، أن يشدد على نفسه أو يشدد على زوجته أو يشدد على أولاده أو يشدد على الآخرين حتى ينفروا من دين الله سبحانه وتعالى. دين الله رحمة، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، الذي ما ترك شيئا إلا بينه، وكان يقول وهو يخطب الناس: واعلموا أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، تتقرب إلى الله بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أي بطريق محمد، تريد محبة الله باتباعه، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلذلك نحذر أعزائي المشاهدين من التشدد الذي يهلك الإنسان ويهلك دينه وينفر من حوله، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمورنا وأن يثبتنا على دينه إلا نلقاه. وبهذا أتينا على ختام حلقتنا في أمان الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.